السلام عليكم، مرحبا فيكم في تختيم لعبة برامبل ملك الجبل. لعبة شبيهة بألعاب كوابيس صغيرة، قلت بجربها بالقناة. قبل لا نبدأ لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، ويلا نقول بسم الله. كابوس قاعدة من النوم، خايف من قصة أمه. إيش اسمه وقت النوم؟ مو أخته ضيعة. يعني هذا ولد وبيدور اخته الضايعه. اوكي، مختلفه كثير عن النايت ميرز. بس فيها شوي ممكن الوحوش اللي بنقابلهم. اوكي، هذا الطول اخته اكبر منه شكلها. هذا قصة النوم. There once was a girl who snuck out of her bedroom window at night even though her mother had told her not to. يقولكم مرة كان في بنت وهربت من بيتها وامها حذرتها، راحت الغابة وفي البداية كان مكان دافئ ومحمس للمغامرات. بس الغابة صارت أبرد وأظلم، كانت خايفة تبغى ترجع بيتها. She could not get away. برامو شكلها أشواك. And the girl was never seen again. وما حصلوها مرة ثانية. اوكي، هذه القصة ها. That is what happens when you do not listen to your mother. Especially you, Lilimor. Lilimor هي أخته. Had said before kissing them goodnight. اوكي، شخاط. اوكي، ما فيش. دقيقة، هذه اللوحة شكلها شيك عليها. ايه، لوحة غريبة. اوكي، يلا نطلع من هنا الان ونشوف. ليلي مور، وين رحتي؟ ايش رجع؟ ما يبغون نشيك نطلع من النافذة. هربت من النافذة. Darkness outside scared him. خاف من الجسمة الظلام. أغير ملابسه. يعني مفروض تروح تقول لأمك أبوك أختي مو موجودة. يقولك بما أنه وحيد ومو مع أخته خاف أكثر. إنها الغابة. The nearby forest was a familiar place during the day. ولك الغابة مألوفة في النهار مو في الليل بس. القصة مختلفة في الليل. الحيوان. There was no trace of Lilimor. ما في آثار لأخته. فايكنجز بنكنز وش الكلمة؟
But if the pine cones knew about her fate, they kept it to pine cones. It's what pine cones. Okay. ما أدري سالفة هالأشياء دي، بس يبغون نتسلق. لحد الآن التصميم اللعبة والجرافيكس وكل شيء أوكي، مفروض إن هذا جمب سكير يعني جميل صراحة. يعني فيها اختلاف من Little Nightmares. أنا Little Nightmares كان 3D شو اسمه سايد سكرولر أو شو اسمه، مو كده النظام اللعب فيه. بس هي يعني فيها أشوف النقاط شو اسمه الشبه بينهم. ما أنا توها بداية اللعبة فما نقدر نحكم. وي هالأشياء دي، هذا صنوبر كأنه صنوبر في تفاح معقول. هذا بيت الشجرة تري هاوس. لحد الآن بداية اللعبة شوي مملة، بس ننتظر ونشوف. شخاط، في مفتاح نايس. كيف اشيله؟ والله نايس. يبغى طيحه من العلبه. الليلي مور وينش؟ اوب اوب اوب. اوكي ما نروح من هناك. اوف، ما انتبهت الحفرة. شكله ولا تعور او خايف. خايف يشيل مع قدام تمثال. قالوا لي هذا تمثال يشبه اخته. A light in the dark. ضوء في الظلام. A symbol of hope. رمز للامل. Spark of courage. شجاع يعني صار. هذا بيكون الضوء اللي عدنا نستخدمه. صوت. لا اللعبة جميلة صراحة. هذا اللي يغني اكيد وحش فخ. هذا اوكي. هدي هدي لا تتعب الحنجرة. اجية او اختها هذه.
What do you have there? Lilimor asked. It glimmers beautifully. What a strange rock. Light as a feather. She investigated closely. حجر خفيف. خفيف زي الريشة. Let us play, little brother. Lilimor bubbled. خلينا نلعب أخوي الصغير. Knock down this pine cone. Pine cone. يبغى يطيحها. نايس. تررن. أمر ثاني تبغاني أسوي؟ بوم. إيزي. بعد مرة. إيزي. تبغى منها العصر. بيضيع من الضوء. نايس. نايس سيف. Together, they tumbled down deeper and deeper through the old ruin. راحوا للآثار المدمرة. أعمق وأعمق. ليش انفصلوا؟ أوه ما انفصلوا. فكرت انفصلوا. ها؟ كيف المكان منور؟ كان النهار وهم توهم جايين مكان كان في الليل. Follow me, little brother. I will protect you. الحقني أنا بحميك. لمو ساد I will protect you, little brother. ما كانت خاف زيها. She could be a little more like his sister. Lilimor loved adventures, and Ulle loved Lilimor. Oli, Oli, رأي سمو Oli, مو Oli مفروض اسمه. لحد الآن الموسيقى جميلة. هل تذكرني بلعبة ثانية غير عن Little Nightmares؟ في الأدت بأحط صورة اللعبة. اسمها ما أنا داخلنا بس أذكر اللعبة. لعبة تلعب شخصيات تكون خيوط. شخصية خيوط وتستخدم الخيوط عشان شو اسمه تتمشى في تتقدم في اللعبة. اوه تفاحة بهالحجم؟ مو مغسلة او شيء على طول اكلت منها؟ نومز زي اللي تنعت منها هذا النومز. اخيرهم دخلوا صاروا او دخلوا غابة عملاقة الى هذا حجم التفاح. ها؟ كلنا دخلنا الغابة السحرية. ليلمور وين رحتي؟ أوب لقد سقط الجرس. Oh,
خلينا نرفع الجي. انقذناه. يا المخلوق الغريب هذا. انا كنت باركب فوق، ما يمديني اركب فوق. شكله يمديني. اوكي، الى الخارج نذهب. سكب سكب، تعال تعال اقول لك تعال. Gnomes are peculiar, زي ما قلت. They live peacefully in daylight and keep in their houses at night. Visitors that don't want to. شوف حجم هذا. قنفذ حجمه كبير. ما يقدر يفتح الباب. باب باب. كان نادي على عائلته. ساعدونا. يلا ليتس جو. كتب انهم ساعدونا. خايف يلعبوا بالغميضة. واحد. شفتك. حصلناهم كلهم. نايس. يلا ساعدوني، تعالوا ليتس جو. خلونا نفتح هذا الباب. هذا نفس ليتل نايت ميرز بالضبط. هذا الشيء يصير في الدي ال سي حق اللعبة الأولى. تحتاج النوم يساعدوك عشان تتخطى المرحلة. هذا شيء مشابه. قرو قرو. يلا باي. يلا حرك حرك، اختك راحت خلاتك. هذا نوم بعد. كلهم هذول نومز. رن رن. ايش يبغون ندخل هنا؟ يبغون ندخل هذا هنا. يلا امشي. اوكي اشوف الباقي داخلين. يلا امشي. يلا امشوا. اشوفكم اثنينكم. ثلاثة. يلا. نايس. زي ما قلت لحد الان اللعبة تعتبر بطيئة شوي مملة. كيوت. إذا تبى تلعب لعبة كيوت لحد الآن هذا وصفي للعبة أنا. أفكر فيها ملامح من الرعب زي ليتل نايت ميرز، بس الآن لحد الآن ما فيها شيء. وممكن مقدمة اللعبة كده. اللعبة اللي أعرفها أنا مو طويلة أبدا. اوبا. نايس.
One, two, three. اوه هذا ضفدع يا حبيبي اللي نطيت عليه. مو اي ضفدع على راسه تاج، ملك الضفادع. مقزز. يا لك من مضحك. ليلي، أين ذهبت يا ليلي؟ وتن احنا اخرتها ادري من نروح منوصل الى بيت الساحرة. هذا شك، هذا كان نصاير هنا. اوه تزلحت كل هالمسافة ما شاء الله عليك. اركض 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 اركض. زي ما قلت لحد الآن اللعبة كيوت جميلة، منظرها مرة جميل. أوه بير، بئر، قد وصلنا إلى البئر. They were both curious in different ways. كانوا فضوليين. Lillimor quickly ran along. Ulle could get completely enthralled. كان زي لو في ترجمة عربية، ما تعب نفسي أترجم بعد كل جملة. أوه. And suddenly, Ole was alone again. أختي أبد مو مسؤولة عنه. كان هو الكبير. نقدر ننزل هنا؟ ما نقدر. أوكي. هذا اللي يسموهم fairy أو بالعربي ما أذكر إيش بالضبط. مطيح مطيح مط. ليش طحت؟ حصلناها. ليلي وين رحتي؟ كيف تتركيني لوحدي؟ هاي هي هي. اوه اولي تغبى. اوه باي. اوه هروب 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 هروب. اوكي مرة واحدة صارت اللعبة لعبة رعب. River was strong and Ulle was weak. النهر كان قوي وآلي كان ضعيف. ما عنده فرصة. اوكي يقول لك صوت النهر راح. أنا مستأنس إن حصل أرض تحت رجائله. أوكي أتوقع هنا بيكون وقت ممتاز إني أوقف الحلقة الأولى، ما بخليها طويلة واجد. طبعا إن شاء الله بكمل اللعبة بخلصها بما إنها قصيرة. لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، وإن شاء الله بشوفكم في الفيديوهات الجاية.
مع السلامة.